عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى. تتواصل لقاءاتنا وزياراتنا في جميع مدن وقرى الساحل، وباش نكملوا اليوم زيارتنا العين ذاكر من معتمدية تنفيذة. وكان اللقاء مع سوس تي في يتمحور حول الحالة المزرية للطرقات في هالقرية اللي تنجر عليها الكثير من المشاكل في صفوف الأطفال. تابعوا معنا هاللقاء. السلام مدام، اليوم في مدرسة ابتدائية بين مذاكر اللي تبعد بعض الأمتار على كارير عين مذاكر، اللي وقت اللي يصير وضع المينا فيه يعني تتضروا انتم نوعا ما. ساكن ساكن معناتها الديار متاعنا تنضر، والمدرسة زادة تشقق معناتها، والصغار تتفجع برشا، والوسخ والماء متاعنا ملوثت ولا تتمسخة. ولدي صغير كي جاي معناتها يحب يستراح نخرجوا البر للتراب البر معناتها خارجة تواليتات البر، ما بصراحة مسخة تواليتات متاعنا والمدرسة متاعنا حتى الماء ملوث. نجيبو من الدار بصراحة، نجيبو من الدار هكا واي وخاطر من المينا عندنا وسخ وعمل مرض الكونسير كل شيء. بصراحة ماهيش مدرسة حتى تعرف شنو أحوال عين مذاكر من الشيء هذا. منظرة بصراحة، منظرة بالديار الكل متاعها مشق، والمعمل السيمان زاد بصراحة ماهيش دم حتى شيء حتى شيء، كل مرة يوعدوا بالكذب وما ما حتى شيء، كلها وعود فارغ. شنو عندكم في مدرسة هنا؟ شنو عاملكم الكارير هنا في مدرسة؟ يضرب المينة خمس كبير تجي على الكلاس، يصب الطالب يقطع معناتها على الصف الكراس أي حاجة، معناتها أقل حيل وعلى الكراس، يضرب في الدار غادي باب اللي تصب، ما فماش صاد تصور ما فما حتى شيء، حتى شبالية التواليت حتى شبالية الريحة تحرك أصل الأقسام جملة. فقانين طاحوا ما عاش عنا وين نقروا، تواليتات مسخة كل شيء ما فيه تم فوق تاكا تززوا شوي من المينا كطاحوا تواليتات زادة ياسر مسخة درس نشق وحتى البلار بتاع شبابكم كسرين كل شيء مسخ. اليوم ما يبدأ يجري في المدرسة وسخ برشا، الماء السبالات ولات مسخة برشا ما نجموش نشربوا فيهم، والأقسام مش تتيح مشققة من المطر اي مينا تضرب لازم السقف يتيح. انت وقت تكمل اخرى شنو تعمل هنا فين مذك؟ روحوا للدار ما عندنا شيء، لا عندنا لا دار شباب لا حد شيء، نروحوا للدار نقعدوا في الدار يا نراجعوا دروسنا يا نمشوا نخرجوا البر. على بالي في دفع عندكم دار شباب لهنا ما تحلش هي ما ثم حتى شيء، لا عندنا لا اي حاجه ترفع علينا ما ثم. انتي ماويش انتي شنو تعمل كي تكمل القرايه؟ كمل القرايه نمشي نشد الدار نتفرج في التلفزه اقرا حاجه، ما كانت فما دار شباب وجي الحاكم تعاركوا هو مولاها سكروه ما فما حتى شيء ما يعجب في البلاصه. ما عندناش معنا دار شباب لاني ما عندناش، عندنا ذرة صغار كمل القرايه تمشي تروح تشد الدار، ما عندناش حتى معنا حتى مركز ترفيه للذرة صغار، ما عندناش لا كبار لا صغار زاد. إذا ما شيء دار شباب هذا مستغلينها في بيار وما أدري شنو فهمني، وكياس خويا الأكسيدونيات ما نكذبش عليك مسامين قبل في إذاعات وما أدري شنو هم يضربوا بالحجر في الكياس باش نضربوا بالحجر، وأنتو حتى كان ضربوا ولاد من الحصرة فهمنيكم أخوه توفى ولا ولد عم ولا بوركيل مش عمل رد فعل فهمني، من اللي نضربوا كراه من اللي نضربوا ولا عندنا حتى أي مشكلة خويا السرعة جنونية وخزر وشوف هاي وسط بلاد يعني هاي تومبك هذا وسط المذاكر كانت تمشي في 90 100 كيلومتر فهمني، كمية تلقى يجري وجرافيت ناطر وما ادري شنو يا ودي حدث ولا حرج فهمني، حدث ولا حرج الكاريرات مشغول عليها ما هي تقبل كلها في جماعة البطارية جماعة ذاك ما تخدمش فهمني، ما عاد بالرسمي شيء احتقان ماهوش عادي. الانسان لو تعرف النجم نتكلم وندوز لقدام وما ادري شنو وكذا الى اخره، احنا ناس مسلمين ناس خبزيست. يقول لك مثلا نحن منطقة عين ذاكر معروفة بال يقول لك يضربوا بالحجر سفري ما مش سفري معناتها تضربوا بالحجر اخي، واحد سبحان الله تبدا كهربا متعدية تجري ولا سميه تعدى يجري وبالاخر يخزر الخوة ولا ولد عم اكسيدون، ما فهمش دودان ما فهمش واحد فهمتني يتجاوز في وسط البلاد شنية معناتها، يحترم روحه والعباد تحترمه ما فهمش حتى بروبليم مثلا فهمتني.